هذه العبادة ما غايتها؟ إن غايتها سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.